السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. اليوم ناس متأخر، ما بشراتك اليوم ليش أسوي؟ أبطيت أقرأ مسجات وأقرأ التعليقات وأقرأ الأحداث وأشوف مجريات الأمور، والحمد لله الأمور طيبة وكل شيء زين وكل شيء فنان وكل غاوي، وكل ما يجي من الله سبحانه وتعالى نرضى به بزينه وشينه وعدله ومايله، وحسن الظن بالله دوم موجود، والتفاؤل موجود، والدنيا بخير، دام الناس بخير والدنيا زينة، دام الناس الزينة موجودين والفعالين طيبين موجودين والرمس الزين والدربة موجودة، ويستوي كل شيء، كل شيء وارد في هالدنيا. المراد على ما قالوا، ما قال متوصف امشي الحرة ما عليك مضرة، رب العالمين يجدم اللي فيه الخير. تزعين للمر دولا لقيت مدري عوين الحظ عني قمام، تزعين للمر دولا لقيت مدري عوين الحظ عني يا ليتني ما شفته ولا هويته، والحظ ما وقف عيوني عبابه، تسعين ليلة مرت ولا لقيته، مدري عوين الحظ عني قبابه، يا ليتني ما شفته ولا هويته، والحظ ما وقف عيوني عبابه، تسعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ترى وايد جميل انك كل يوم تغير مكانك اللي انت تمشي عليه ولا ضاري تخطف به، وايد ضروري حسب ما تتملل هذا اول. وحتى الله يحفظكم اللي ضاري يمشي يسوي رياضة او يتمشى دور ما دار بيته ولا شرق، لازم بين فترة والثاني يغير الموقع اللي هو يتمشى فيه او يغير مساره، وايد ضروري انك تغير مسارك بين فترة والثانية. حتى الجيم النادي اللي انت ضاري تي ومتعود عليه بين فترة والثانية لازم تكسر الروتين، مثل ما هو لازم تكسر الروتين تغيير نوع الرياضة اللي انت ماشي عليها ويومية اللي تسويها، لازم بين فترة والثانية تكسر الروتين هذا. هذا كله لجل اشياء وايد صحية، لكن اهمها انك انت ما تمل، ما تتضايق، او ما تغدي مالك بارض يعني انك تكمل تمرينك او تكمل رياضك، لانك ان كرهت الشيء يا البني ادم اكيد الخلل فيك انت، لانك انت ما بتكرهها الا انك انت مسوي شيء غلط او مليت شيء ممل، مثل شرات اللي كل يوم نفس البرنامج، كل يوم تشوف نفس الحلقة وتعيد الحلقة وتعيدها وتعيدها وتعيدها. لازم بتمل، لازم يكون في شيء تجدد في حياتك، لازم يكون في شيء تجدد في حياتك، من سير ومن يي من مكان من موقع من كل شيء في الدنيا العودها لازم تغيره، فلذلك بتحس بنشاط بحيوية بشيء جديد. ساعات أنا تلقطني أمشي على الدرب هذا، ونهار ثاني لا دخلت في هالخنيخيش وظهرت بالطرف الثاني. ترى هي كل هالرياضة اللي تمشي تقصير دوب تفرع عن خاطرك، تروح مهبن مهيب بارد، هو نظيف، أكسجين، ما في تلوث. فهذا المراد من فهمه انك تمشي في نص الحدائق، لان يجيك أكسجين ريج، ما يجيك شيء ملوث. المشي بين السيائير في الشوارع العامة ما بالنشيب، لكن ما بشرات يبى تمشي في مكان ممتصة بوي عن كل هالأشجار تأخذ مثاني أكسيد الكربون وتعطيك الأكسجين، أكسجين ريج. توا بطرش اللي فترة ما شيء كبرها، اللي بازم سير صلي الجمعة وانت مشغل أغاني بالصباح الله أبوي. أولا هاي مش أغنية، هاي رزفة قديمة محتفظ فيها من سنين، وعايبتني بين فترة والثانية إن أنت ما تحب أبويا شيء، هذا غيرك يحبه وأنا أصلاً أحبه. أنا أي شيء في عبق الماضي، شيء في التاريخ، شيء
من الأصول والسنع والعادات والتقاليد أحبه لين آخر يوم في حياتي، وأنا أحبه ما حد أبوي يودر الليلة. ما شاء الله على الشيرة، والله كبر بناية 7 أدوار ما شاء الله عليها. قلت ما شاء الله، كل يوم يكون ريوق في هاي المنطقة، اليوم بيتغير مكان الريوق مثل ما أمس تغير، وبيكون بكمل طريقة قريب من هذا من عالي الحديقة هاي سموها هي الإيطالية. وي الطريق هذا اليوم لا بسير خلف خلاف عكس الدرب، نفس عكس الدرب. شوف ما شاء الله شو قال الاحترام، يتحروني ياسا صور شيء يعني من ناكي، وخاف أن يخرب عليه يخربن علي، فوقفن في غارة شزن شزن 3 هذه الهنتين وهي الثالثة، والله أنه وقفن حافظ على الاحترام. إنزين، وأحب أخبركم عن سالفة الاحترام بعد شيء صغيرون. وهذا الطريق سيد ها يوديك لين بيت قصر الأميرة ديانا الأولي اللي كانت فيه، ومنك يظهر لين بيوت جون مارغريت تاتشر ما أدري شو، هاي كفيلة هناك على الطريق على الدروين ريال جاردن، شيء هناك شارع كله الوزراء الأوليين، حد منهم حي وحد مات. طريق هذاك سيد يظهر شارع كامل معروف، لكن ما أعرف اسمه ما أتذكره، كل حد يعرفه. هي والله شوف مزور ما شاء الله مكاني، يا سلام سلم. يسمونه أدب الطريق، ما عليه تأخرت عليكم، لقيت جماعة تمين أسولف وياهم. من يسمونه أدب الطريق. أدب الطريق الأول والوقت اللي خطف واللي نعرفه عن أغلبية جماعتنا وناسنا والناس اللي تعرفهم، يوم حد مجبل ياي جداك أنت حريم بيخطفن في الدرب هذا، أنت بتاخذ يمين كرجال إن كنت 1 ولا 3 ولا 4 ولا 10 بتخطف العائلة هذه، بتخطف بتكمل دربها إن كانت عائلة كبيرة ولا صغيرة، المهم أنت بتسع لهم. حاليا شو اللي يستوي إن كان في أي مكان من اللي أنا أشوفه حين، وما أقصد الكل، أقصد فئة بسيطة لكنها واضحة. شو اللي يستوي إن كانوا 5 ولا 6 تقاودوا وكل واحد شتف شتف الثاني وسكروا الدرب، يعني حق اللي جاي هذا اللي جاي أو اللي جاي عندها خيارين، ينهى تعبد بحر أو إنها تسير في الطريق اللي مش مستوي. فهذا من أدب الطريق وعدم احترام الشخص الآخر. هذه الله يحفظكم ظاهرة جديدة، أنا عادة اللي تعرف انخطفت سيارة انخطفت حرمة ولا انخطفت عائلة ولا 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 حد عنصر نسائي بيخطف حتى في شارع عام، وقفت كل السيائر احتراما للشخصية هاي اللي بتخطف، لأنها حرمة أو عائلة أو أيا كانت العائلة من أي بلاد ولا في أي مكان، يعني ما أدري كيف هذا شيء دخيل ومرة مبزيل، يعني تحس انه اللي يسوي الشيء هذا ما ادري شو قال عنه يعني ما ادري، لا اكيد له مسمى، اكيد له مسمى، والكل منكم والجميع يعرف شو قال عن الشخص هذا اللي او الاشخاص هاي اللي يسمونهم لوفر. تعرف اللوفر؟ تعرفون اللوفر اللي هم ما يهمهم ما عندهم ما يبالون لا من زيد ولا من عبيد. ما تقول انت الناس هاي مش مثقفين أو مش دارسين، حتى اللي بحياته ما دخل مدرسة ولا يعرف الطريق وين ساير ولا وين جاي، من يشوف الحرمة يحترمها، بتخطف حرمة بتخطف عائلة بتخطف، تشز شوية أنت تشز، شو اللي حارد إنك أنت يعني لازم تداحرهن، لازم المداح حتى في الدري يوم بيخطف دري ولا شياته سلالم المتحركة هذه، تلقطهم بعد نفس الشيء ونفس الطريقة يداقرون العوائل. انزين ريال ويا حرمته ولا ويا امه كجا مرحبا، ليش شو سببك شو مرادك شو القصد شو اللي ترمي اليه شو يعني ريال يعني ريال والنعم يعني ابدا مش والنعم. بالجانب الاخر بعد شيء والله يا شيء شباب يسبون نوم العين، رجال من ظهر رجال، من يشوف العائلة ضك عنهم سير يومين ويغض البصر ويغض النظر ولا يداحر ولا يرمس لا فلان ولا علان، هو خاتل لو هو جدام
والعائلة وراء خاز عنهم، كان في انتظار مكان مال تكت أو مكان مال مطعم أو يتريى مكان هم يجدمهم حتى على أمره، يجدمهم حتى على أمره. في كل مكان يصير موجود الفئة ورقم كبير، لكن الفئة البسيطة هذه اللي هي مال المدحر هاي قلة قليلة لكن مش حلوة، مش حلوة وعيب. وعن طرف رأس السنة إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله رأس السنة كنت وما زلت كل سنة من حولين حول أي بوي تاريخ 25 أي رسلين 5 من 25-12 لين 5-1 من 25-12 لين 5-1 وإن شاء الله بيكون سكنتي في أحد الفنادق الاثنين هايين، يا دورتشستر أو 45 بارك لين، الفندق اللي ينال البارحة أو الفندق اللي أنا ساكن فيه. هن كلهن مالات شركة وحدة وكلهن إدارتهم وحدة، مجموعة دورتشستر اللي هي تملك 10 فنادق في أنحاء العالم، ورقم 11 الحين بيتم افتتاح إن شاء الله في القريب العاجل في إمارة دبي الحبيبة. ولكم يوم أرمس هذا مع السماعة هاي في كتفي وسوي خرخش وخرخش وخرخش وخرخش، قلت في خاطري بنهضها فوق يمكن أنها تخوز الخرخشة هذه، أكيد أنها بتخوز إن شاء الله أنها تخوز. هنا أقول لكم الأمور طيبة كل شيء زين، رجال مناقب بحلج عيونه يقول في خاطر هو مفهوم لا أبوي هو الرجال. هذا من الأشياء الجديدة ما أعرفه، أول مرة بحياتي أشوفه، هتوم سوايا الحين شرات خيمية غير بلية سناح، ما أدري شو هي عاد الحين لها بعد شيء، شرات العمدان تحت، شرات الخيمية غير بلية سناح، حتى عمدان ما أشوف فيها، ما يندر أشوفها، حد عرف يخبرني برد أخبركم. اليوم إن شاء الله بيكون ريوقي، بتحيدون هالبيت اللي خطف عليه، شوف لو كنت تمشي العرب في البحيرة، شيء الطرف هذا مطعم إنجليزي. حب مطعم شرات الكانتين يعني كل شيء فيه، عبارة عن كوفي ومطعم ومتشوفي دورات مياه، ايه اللي تخبر عن دورات المياه مال بلاش ترى في هذا ها. وين المكان هذا، وين النصب التذكاري مال عقد ديانة مرة علي بو شيء مال بلاش اللي حيد عبر ما عنده بيزات قمبربية ها قمببنس خردة اي عنده هذا طلق ليل بلاهام. جيت ولن عندهم صيد طوله طول عرض عرض، ما رمت كان بتريق، ما رمت ابوي اتريق، ما بني ما رمت اتريق، ما بغيت اتريق بسير هناك فندقي وعدال فندقي بعد شي كوفي صغيروني يسوي ريوق فنان. كم مره اكلت عندهم تي يسوي الروتيه عليها بيض وزعتر ولذيذ طعمه، بسير لهم اليوم ان شاء الله. عند الله علينا عادي اليوم شدوا العربان بالكلي وتركوها الروح والهانة، قام خليفة بن عبد الله وخو فهد وسيف بن عبد الله مرزوق ابوي في الطيارة طويرا مصري ودرناها البلاد لكن تحينا صول ويول فيها. والله أقولكم شو يوم ما يلقط حد يواجع عمره نأخذ مرزوق الله يحفظه، فلذلك ساير هو الحين طاروا كأنها الطيارة الطائرة يعني على طيران الاتحاد وطيارتهم الحين طارت بيكون هذا أولا، وقوم خليفة بن عبد الله وكلهم اليوم بيطيرون الظهر كلهم جماعة بيطيرون، وإن شاء الله تاريخ 26 اليوم ما يدرى بكم التاريخ، حين بطالع برد عليكم الخبر. اليوم تاريخ 23 أنا اليوم طولة أنا بعدني 24-25-26 نهار ثالث، ما بكرة ولا ورا بكرة اللي عقبه ما اليوم جمعة ها لحد الاثنين ثلاثة بطير هي أظني هي ثلاثة بطير إن شاء الله. وأنا طيارتي لازم أطير في الليل يوم رحلة طويلة يعني رحلة أكثر عن 7 ساعات أو 5 ساعات على طول أبوي أطير في الليل عسب أوصل بلاد الثاني الصبح وأكل هواي وشرب وسولف وضحك وعيش في البلاد يوم كامل جديد أعيش فيه، يعني عسب ما يصير علي اليوم أوصل
العصر، لا أنا في بلادي ولا أنا في البلاد الجديد. فلذلك أنا أركب الطيارة يكون وقت الرقاد، وقت شو الرقاد؟ لجل أنه يصير علي اليوم عدل من أوصل أبوي كأني ناشتوني الصبح، أوصل بلاد اللي يريعينها الصبح مثل أمسات يومي لندن، طرت في الليل وصلت الصبح. طيران الاتحاد يوالم كل إنسان، بغيت توصل تلقط رحلة، عندك اجتماع الساعة 12 تروم توصل الساعة 9 والساعة 8 شيء كذا رحلة. بغيت أبوي يطير في الليل وتعزم أبوي مبخبر برقادك طول ليلك، فتروم أبوي يطير في الليل توصل رحلة. يعني طيران الاتحاد ما شاء الله موفرين جميع المرضين جميع الأذواق، مرضين جميع الأذواق، مش إنه بس أنت شيء طيارة ولا رحلة ولا رحلتي، لا شيء كذا رحلة يوميا. أقول لكم فندقية، هذا فندقية ها على ما تشوفون زين مرة، وعلى وانت ظاهر من الفندق شيء مطعم، حب مطعم كوفي ما أعرف شو اسمه، هذا شو اسمه؟ بلام؟ إلين. إلين؟ إلين؟ اسمه إلين، هي والله هذا ها أنا مكتوب أني إلين، هذا هو. المهم أي أطلب عندهم بيض وزعتر لذيذ 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 بليز، وأطلب هذا طلب المفضل مالي اللي هو كرتادو واللي خبرتكم عنه، وجيت ولقيت أبويه سويدان بن حرقوس، لقيته قدامي والزبر اليوم متعدل وداز بالحيل كله وكذب علي البارح وأول تلباح كذبتين كل كذبة أكبر عن السيارة. وين انت قال حين جايينك غمض برد دقيقه ويخليني اتريا من المغرب لين عقب العشاء، من المغرب لين عقب العشاء ولا اتريا. وين انت قال حين بي بعد شوي بي، حد في الدنيا كذب عنك؟ المواعيد مبونه عندي خربت زين، لكن مبزين اهم ما على الانسان الوعد. كلهم زعلوا عليك الجماعه وكلهم ابويا اللي في سلفريج كانوا يتريونك، وين حرقوس وين حرقوس وين سويدان بالحرق، قلنا ابو سويد بالحرقوس الحين جاي يعني. تفضلي هنا وشفتهم ابوي ولا شفته قريب بدو على هالكثره ما فيك حيله، وين سرت وين يي الحديقه هي والكافيهات والمطاعم هاي اللي تشوفون سويدان كم كان وزنه 116 كيلو شوفوا الحين قلم هذه ها من حق المزايد قرب الله تاكل المزايين اللي بيطالع عنا ما عندهم مونه انزين وحين كل يوم يخب اقول ليش قال ابوي اضمر عمري ممنوع هي وليش ما طول عمري ابغى اكون الخصر الناحل والطرف الهضيم غلط لا لا صح صح الطرف الكحيل او ما اي والله ها يا رك الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم ما شاء الله عليك مزيون غادي اليوم أصفر اليوم هي والله بلاو محلو شو مسوي؟ لا لا كله حق المزايين هذا الترتيب كله شيء؟ ما شاء الله عليك حق اللي تعرفهم اللي بغربي بعد ما حيد عمري يعرف حد شو هذا الكوفي؟ ترنادو؟ ها؟ شو هذا الكوفي ترنادو؟ ترنادو الأول غنية هاي انعدت غنية انعدت من سنين ترند وترنادو لكن ما برم نكملها عاد الحين ما فينا بياكلوني وايدين ابوي من هالعين يعرفون كذب طرينها من قبل اقول لك مو هذا الرجال هذا قاسم 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 ملا ايه قاسم كيف حاله؟ الحمد لله شو اخبارك يا قاسم؟ ابدت نقول الحمد لله والله اوكي تستاهل هذا طال عمرك من المحاربين القدامى من 40 سنه في بغداد في أبو ظبي 40 سنة؟ 44 سنة 44 قبل أن ولد قبل منو؟ قبل أن ولد أنا قبل لا تنولد أنت؟ أنت قرب الله تكت مولود قبل الاتحاد ب20 سنة ما قاسم كيف حالك؟ الحمد لله all good الحمد لله تستاهل very nice weather very nice time we are having here in London الحمد لله الحمد لله all good everything is good أم حسان من المدام حرمت اسمها أم حسان طلب ليش تشوفونه هذا بيض وعليه زعتر قريص تي قريص وعليه بيضة ومدروع عليه زعتر وجبن ولذيذ لذيذ خفيف أبدا نش أبدا تنقز على كراع ما كأنك ما كل شيء العافية أبو محمد شكرا
شكرا شكرا يا سويدان، الله يحفظك ان شاء الله. ما زينك اليوم، الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله. كرتادو one more please. يلا كان في النار بارد. شو تسوي؟ شو اسمه؟ قاسم. شو تسوي؟ الحمد لله taking photo for سويدان أرقص. كبره هو عنده كم من سنة؟ عنده 40 سنة. أنت مشاهدنا 40 سنة. ما شاء الله عليك. الدادك يا أبوك اسميك عليك شاب مشاهد سويدان 40 سنة يا أبوك. لك الجنة، لك الجنة والله يا شو اسمه؟ قاسم يا أبوي. لك ها؟ His father was my friend. His father. Young man. Young. الله تيا لب young ولا شيء. From we born he was still like that. هذه قصة الله يحفظكم. أبو سويدان. الله يحفظه. هي الله يغفر له حياة حرقوس. حرقوس بن سويدان. نعم. هي حياة أبوه متوفي. متى توفى حياة أبوه؟ 2013. قبل ما يتوفى. He came to London. He was in London and he lost somewhere. He don't know where he is. 3 days we didn't find him. Even all the sheikhs and all the family, everybody was looking for him to find him, to locate him. All on a sudden, in somewhere he just mentioned UAE, something Emirat. Yes. Then they understand where he is. I mean, somebody they contacted our embassy, uh-huh. and embassy contacted me, uh-huh. and we went to see him and bring him there. راح ياب الله يرحمه. وين كان؟ وين كان ضيعين؟ كيف ضاع؟ لا كان في الحديقة. إنزين. وتعرف البيوت هذه تخربطت عليه. هي نعم. تخربطت عليه البيوت. إنزين. وتم. ترى صدق الله يغفر له البيوت كلها تشابهة. هي نعم. وأنا خلي قلت له بسير وبرد. إنزين. ورحت أنا خدت لي ربع ساعة ورديت خطف عليه الشيخ سعيد بن محمد. إنزين. وتمشى وياهم. قالوا لي مخلصوا، قالوا بنوديك بردك البيت. قال لا لا دل. وهذيك وحده مش خطف على بكاد اللي قال خطفت على ناس يدقون طبور ها. وخطفت على كم عمره هو يوم توفى الله يغفر له؟ ابويا كان 65. صغير يعني؟ ابويا الله يرحمه 65 والله. نعم. مبعود سبحان الله. زين. وسار اقول لك اربعة ايام ضاع. نعم. وهو من فندق لين فندق ما يتكلم هو انجليزي. لا 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 ما شاف عرب. لا تلاقوا يا العرب قال الحين بحصل البيت بياقي البيت وهذا وكمل هذاك سيره. وتلاقوا يوم السفاره حصلوه الصبح سووا له تليفون حق قاسم ما خبرنا شل بعمره وسافر السفاره يبينا من ساوث لندن. ساوث لندن؟ اي والله. ليش؟ وصل لنا كيف؟ How could he reach South London? He was walking. He was in the park and from there he is walking as if he is going to house. So he don't know where he's going. Right. And people and he cannot explain anything. Somehow he says Emirat. Yes. These people they were smart, very, very. When they said Emirat, then they were asking Abu Dhabi or all this thing. Then he says yes. So they bring him to embassy. Our embassy, UAE embassy, and from embassy they called me. Yeah, we went all, including all sheikhs. Because he was working for the sheikhs. شو كان وين يأكل وين يشرب هالتين؟ مرة قال وحتى سألوه الشيوخ قال وين تأكل وين كنت تأخذ؟ قال من أخذت على مطعم كل. يأكل في المطعم لا يعني شال بيزات وياه. لا لا شال شال ربط الله سلمه. بعد نعم. الله يغفر له. الله يرحمه. الله يغفر له. يوم هذا وكل حد يطرش علي طرش سويدان بنقص عينه لين ما يظهر ابوه. اي والله صدقهم لو انا والله لو اسمك بين حياتك انك مضيع ابوك. ما ضيعت انا روح الله يطول عمرك نفس وبيت ومشى. سبحان الله والحمد لله يعلها الجنه يعلها الجنه. الله يحب لندن. توفى في لندن. توفى في لندن؟ نعم. كان مريض ها؟ نعم. سبحان الله. الله يرحمه. كيف يحب لندن ويجي لندن دوم وكيف ضيع؟ نعم. مرة يارس الله يرحمه يسولف ويا وهذا. كان يقول لي لندن لتوك أنت تعرفها. صدق. أنا من أيام لندن دير يسير. لا إله إلا الله. الوحيد الله يرحمه. قاسم. ما شاء الله نعم. He was very good man. الحمد لله. سويدان هرقوس
Very good man. Very good. He was very good man. Allah gave him Jannah, and we always pray for him because he's really. He never say anything. I was working for the Sheikh, and he was also working for the Sheikh. But we never, you know, always he's quiet and nice Allah and respectful. But he is good. But very. Look, but very good. But look at his son. النار ما تخلف إلا الرماد. He's not good. Too much liar. He said he will come before 4 o'clock. Let me wait until 10 o'clock in the evening. Very كذوب. ما كذب عنه إلا الكوس. كذوب. يا ريا. ترى ما شيء أخس عن اللي يلف الموعد. خلف الموعد هذا روحه مصيبة مصيبة كبرى. وأنا دم ضروسي اللي يخلف الموعد. زاد ما دقيت لا البارح ولا اليوم ولا أولت البارح. اني انا ناق منك ليش ناق منك لك وعدتني وكذبت علي لا ان شاء الله لك الرضا زين شدوا يا من حضر اليوم فيك على المشي يلا الحين عقب ما نصلي الظهر والعصر خلاص بنتمشى لين الساعه 11 في الليل زين اليوم بنطبج 30 كيلو خلاص سبحان الله 40 30 كيلو هي 30 طلعنا 40 الله مرحبا بتي معه مرحبا 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 بسمراء لندن سمراء لندن هي كبرها زين احسن بعد اي والله خيار لا تخصين ما ببراند عادي انت سمراء لندن بكبرها هي والله شفت يا ربي ما زين هالمكان اللي انت فيه وما زين ومحلات قاضي وما زين زنتي على الاول زنتي والله اتمنى من هذه المحبوبه لا ما شاء الله عليك كل ما في زين تبارك الرحمن ما شاء الله عليك غالي ابدا يا غير بكرة حكام تبارك الرحمن نعم بكرة حكام بكرة حكام كله فيك انت هاي هالمديح كله فيك انت يعطيك الصحة والعافية فارسين رد السلام على من جماعة وعلى عمرك فرحت يوم شفتك تبارك ما شاء الله عليك ما زين عادية وين ربعنا احنا تشوفون عقب هالفيديو المميز عقب ما نزلناكم هالفيديو المميز عن سمراء لندن فحاليا انا ابيكم الكشخه كيف نمونتها اليوم هذه الكشخه لبطين بشيركم شوي خف عن قبل والحمد لله الدنيا فنانه وهذا انا خير وسهاله خالد بن احمد بن عبد الله خالدي ولا اشكو من باس وما علي باس ابدا رقم واحد الحمد لله تلبست وتعدلت وصليت وعينت من الله خير وحين الله يحفظه وين بسير بسير بظهر وين عاده العلم عند الله لكن ما بخلي بقعه ان شاء الله اني ما بخلي بقعه بعد عردين ياكلها لكن شيء وجهه معينه ما شيء ما بحاط في بالي اني بسير مكان معين لكن ان شاء الله ان الامور طيبه ان شاء الله فنانتنا العزيزه الغالي المميزه وعد إيه؟ فنانتنا السعوديه فنانه المملكه الله يسعدك الله يطول عمرك بديتك دخيل والدي شعقي لك شم شنو؟ عق النظارة اي عق النظارة ايوه حقيت النظارة الحين الناس ما تعرف بلا قبل روحين بكبري ما عرفتك فنانتنا عزيز وعياي كشتة مشاية جايين عندكم حفلة ولا خاصة؟ لا والله اجازة خلصت من تور بروم والحين جيت هنا شوي نتبورد وطلع حر الله يحفظك يسلمك تشرفت فيك الله يسعدك فديتك انت سيدة مميزة رقم واحد من طيب اصلك من طيب اصلك وكل فنس فنان مثل ما انت فنانة كل شيء فنان فيك الله يحفظك على راسي الله يسعدك تسلم مشكور يا غالي اليوم الله يحفظكم ناوي ان شاء الله اني اغير الوجه بمشي بدخل في الجرين بارك بخطوه بيت الملكه وبعدين بسير شيء بحيره هناك دق لي محمد بن عبد الله قال لي ابوي انت شو وداك بيت قوب زعفور شفت وين بيت زعفور مشاهدت لنا شيء حديقه عود فيها بحيره وفي طرف البحيره بتلقط اخر يوم بتخلص من البحيره بتلقط ساعه البيج بن سر الفريج هذا بعد شيء من زمان تمايته هي والله مايت البقبنة من لكسن هذاني فلذلك إن شاء الله إني الحين ساير أول الله يهدي الله جعلنا من الحيين هذا بعد من التراث الإنجليزي الأولي البريطاني ما يندرى شغال ولا ما لا والله شغال ترى رحت تعشيت في هالمطعم كويا مطعم أكل لذيذ مميز وايد فنان مطعم كويا المطاعم جميل شيء له كذا فرع شيء في ابو ظبي وشيء في دبي ما يندرى بعد وين شيء
في عدة أماكن موجود في دبي. ظهني في الفندق جيت هنا هاك اليوم أنا والخبير كنا فيه، وخلاف اللي في دبي جيت أنا والخبير، واللي في أبوظبي ظهني في جزيرة تسمونها في فندق لا المول غاليريا مول. نعم والله يا أمس ولا آدمي في هالحديقة، وشوف الحين يوم ظهرت الشمس عندهم، شوف الوادم يا ربي كلها متيلغى العرب، أمم لا إله إلا الله، ميتين على الشمس بيموتون على الشمس، اللي نحن أبوي نشرد عنه هم يربعون ورا، هي والله بيموتون على الشمس، هباب ما تطلع الشمس شوي 10 دقائق، نشوا أبوي وعقوا عن عمارهم كل ما عليهم، يلسوا أبوي يتشمسون بيموتون على فيتامين دال، بيموتون على الفيتامين الدال، حليلهم حليل حليب حليلهم إيه من الوالدين أبوي حتى عندهم ما تهروا لأننا نحن وحليل ويا أمه يته الله وعلم جزاها الله خير. إيه والله والله عالم عالم لقروبات من كل البلاد جايين، كل هالعرب ويا يتسلم ويا تشوف البلاد تشوف الناس تشوف هذا اللي متواعد ويا ربيع من زمان ما شاف، واللي قال تعال بنتلاقى وياك، يعني مبسوطة هالعرب. أظن هالبحيرة اللي يطريها محمد بن عبد الله يقول لي قال لي ودر القصر وظهر سيد بتيك البحيرة دور ما دارها ولين يظهرك ون الشارع لين يظهرك لين ساعة بقبل زيش علي ما شيء مشكلة. هذا وين كنت قبل شوية، وهذه البحيرة كان أشوفها جميل، يعني ما تجيت أنا هنا على فكرة، يعني ما قابضين العبادة عبد الهايد بارك العودة هايج المكان ها ما تجيت، الناس يمكن حد وادين الناس يجونه غير أنا ما شديته، أنا ما شديته، يمكن عايزين الأول سنين يعني 20 سنة ولا 30 سنة وأنا ناسي، لكن الحين ما أنسى حتى وزها هالحديقة غير أسود، وز اللي هناك أبيض. جميلة الحديقة هذه اللي هي أظني هسه تكملة الجرين بارك، أظني يمكن هي الجرين بارك هذه، أتوقع أنها هي الجرين بارك. أنا ليش ما أسأل حد يعني مخيل شو أقولهم، خبروني شو اسمها الحديقة أستحي. هاي تينة ولا شو على تكاليف التين، وهي ما بتينة نفس ورقة التين بشيرة. سبحانك يا رب. عيش لندن آيز اللي تشوفونها كم تبعد عاد، هاي وين بيصير نضيع عياله، هاي الحين بتسوي عاد اللي أكبر عنها في دولة الإمارات في دبي، أكبر عنها ما أدري بكم ودي. حليلكم أنتو تدرونها طلعت تينة تينة والله ظهرت، شوف التينة سبحانك يا رب يا رب يا هالتينة، شوفوا شوفوا أنا بحياتي ما شفت تينة هالمثل، بعد قولوا حد منكم شاف تينة هالمثل، ها شو حجمها شو حجم التينة، ها يا ربي منو يطالها، منو بيروم يلقط تين من فوق يا ربي، طعوا كم وين ساكة، شو بالله عليكم شو وين ساكة، هاي بقول لك مترامية الأطراف، هاي هي يطونها اللي يقولون عنها مترامية الأطراف، هذه تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. نعم منها عجبة عجبة هالتين، شوفوا شوفوا اللي وادم كم مصغرونهم عدالها، أنا ما شفتين بحياتي ما خيلت، والله نسألت الرجال هذا سألت وقال لي أبوي اسمها سان جيمس بارك. وش لكم ولا شفت آدمي عربي، كلها أجانب آلاف مؤلفة كلها أجانب، ولا حد عربي شفت، كلها أجانب قروبات
حد من هالبلاد، حد ساكنين في الأطراف اللي... لكن ما أظني هم سكان الفرجان هذه. فرجان ها كلها بنايات وكلها استثمارات وما أدري شو. لكن الحديقة اسمها سانت جيمس هي مرة عند باب الملكة. أكيد لها قصة ولها رواية غيرها ما أعرف، ولا لي بارضة فلسفة. عزين مني إني عرفت اسم اسم الحديقة. جريبة فرت حصان من 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 الأنتر دقيقة لأنك واصل. يلا 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 عنافيز عنافيز عنافيز. لي صغيرونة لي. أيوة أنواع الطيور اللي موجودات في رويا هذا دا رويال بارك. شو اللي توني عديته مكتوب دا رويال بارك. ها قال لي سانت جيمس سوينا ما عندنا بعده هو على هواه. شو هاي ها شرات العلم ولا يتروالي أنا خفت أقول علم يطلع المبصح اللي هو عاد تروالي شرات العلم. الجولة التفقدية ولقيت مطعم كعود طول طول عرض عرض كان أكل أجانب يعني فيه الإنجليز. خدت لي أنا هذا ها أناناس اثنين وقهوة وماي. وحين بقول بهن يا حبيب النبي بكمل سيري جدا البقبل إن شاء الله. هذا أبوي على ما تشوفون هذا أبوي هو القصر هاي البوابات والدنيا والعلم والخبر. وهذا ديوانهم هذا كل ما الأول ويك. هذا وين الجندي المجهول اللي حاربه ومات وما أدري أي حرب وتدخل هذا الباب اللي أنا تولي ظهرت حين منه. هذا يظهرك على الحديقة هاي تدعوه دم البط والدنيا وكل شيء فيها يظهرك هالقسم ها وانت سائرها يظهرك على الباب هذا تظهر من السير جدا لندن آيس. ها كل ما الشاي ماشي خفيف على ما قالوا هالبحرين أستا أستا على ما تشوفونها. هذا توا ظهر من هالباب هذا حصان أصلي رقم واحد سنقيس بعد. يلا سنقيس بلاكي بلاكي بلمعة ما بي بلاكي بعد. ول 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 هنمون سواد سبحانك يا رب. حر البواب إلا شيء بسيط هذا الغوص تظهر ترى أبوي البواب روحه البواب روحه. هذا القسم كبر بيتنا هي والله العظيم بلاد من كبرها. أخبركم بلاد مستوي من آلاف السنين من آلاف السنين بواب البلاد مستوي هاي ما من سنة وعشر وعشرين. ها أبويكم ها البوليس من سنة. الوفي بيتم دبة حياته الوفاء ييري في دمه. فلذلك زعفور الله يحفظكم تحيدون أولادها الثلاثة اللي قلت لكم اللي يبهم فرنسي عندها من عند إليزابيث يميع الخير ثلاث تجاريات هنتين منهن ناطحات سحاب واحدة 72 دور والثاني 53 دور وعاطينها بعد بناية على شارع وين المطار مثلت تدوار هاي بس اللي حق تقذر فيها الوقت. زين ما قالت الحمد لله أنا أبوي خلاص تنغنغت من ورا معزبتي بودرها وبس بودرها بس خاص قضيت حايتي ولالي في الهوارادة. أشهد أن أبوي ينسى دب الحياة عندها. وحين خبرتكم أنا أمسات ترى من عقب ما توفى عنها الفرنسي زعفور خذت قايل لكم من عقب ما خذ من عقب ما توفى الفرنسي وظهرت من العدة خذت الأثيوبي خذت الاثيوبي الاثيوبي بعد ما ابطا عندها خذت الاثيوبي تبع لبنيه ومات قبل الشيء وبعد لا يابت من بنيه ولا شيء. تحيدون خبركم انها ترى عندها ثلاثة اولاد من الريلها الفرنسي. اشهد انها ما ودرت معزبتها تم دبت الحياه عندها ونشت ترى الملكه من عقب ما كتبت يد امها قصرها العود باسمها نشت ابوي عطت زعفور هالفله هذه الفلة اللي توفى فيها الأثيوبي
وهاي حجرتهم اللي فوق، هاي الحجرة اللي فوق لأنها زعفور رياضية وفيها علمشي وفيها عيد فوق 90 عمرها، لكن أبوي ما تستعمل اللفت، نمريلها الشيوخ وعاطينها لفت، حاطين لها لفت وحاطين ويلتشير، لكن قال تبدأ تركب أبوي تفيد ودرايهم بعد ضيج، عشان تبون صدق ضيج، واشهد إن ركز زائد إنها يا جماعة الخير إنها يوميا ترقى لين الدور هاك اللي فوق، وديتين لو ثلاث ما يسدنها، وديتين لو ثلاث والله انت روحت حريتي يصورني، بسم الله شوف سلطنة علي عرفه فيي. اي والله اقولكم وهاي حجرة اللي عدالها حجرة اختها هاي سموها بترباع، خدوي رباع اسمها، فتام عندها من هاك السنين، لكن هاي خدوي رباع مقعده وهايم اكثر من 150 سنة، اكبر معمره عندهم خدوي رباع، وتام من هاك السنين لين يومكم حطيطة، إلا النسخ يصير ويي، النسخ يصير ويي، ولا حليلها يعني عايشة يدفنونها ويحيي يعني ليه تسلم روحها بيدفنونها، لكن مدام النسخ صاير وياي ترى تجلس يومين وثلاثة، يومين وثلاثة تجلس مسحد وترقد ثلاثة أيام وتنش يومين، ترقد يومين وتنش ثلاثة أيام وعلى هالمنوال، لكن الحمد لله حي. شوف البنادم دام رزجي حي هو حي. هي والله يا بنادم سخلاف تبوي انا هنيها في هالساحة في ناس هالمكان هالدنيا العودة اللي تشوفونها شوف العالم هناك أمم هذا الشارع اللي توني جاي منه واللي اخطفت عليه بيت زعفور طرف هذا. شكرا للأخ العزيز والجار الفاضل يمع بن حثبور الرميثي، الله يطول بعمرك ويحافظك ويمد بجلك. شكرا شكرا على هالعبالة كلها عبلت عمرك، جزاك الله خير ما قصرت، والله يحافظك ويطول بعمرك ويسر امورك يا رب العالمين، ولنا لقاء ان شاء الله في مدينة العين الجميلة ان شاء الله. والله يسير ولي والحركة ما شي شراته، اللي بيسير وبي وبيتحرك بيتمشى يشوف امم، شوف العالم هبل اللي يلسه شرق وغرب شرق وغرب، أكسفورد ماي فير أكسفورد ماي فير، حد من الشيوخ خاطف الأول يوم نسمع هالنمونة، خطفوا الشيوخ خطفوا الشيوخ موكب الشيوخ. هي والله سبحانك يا رب، مشيت الدنيا هاي كلها وحين راد على الماي فير، تحدون الفندق اللي فيه قوم ياسر اللي فيه شير في طرفه وين الشيرتون باركلين، وين شيرتون باركلين هي هناك الحين، هذا مكاني اللي وصلته، بظهر الحين الطرف بظهر شي بسير بعدين بتخليين الهايد بارك، وبظهر ابوي ولين جدا الرويال جاردن الطرف هذاك، ومنك بديور بي من ايرلس كورت وكرومويل هوسبيتال، وبكمل سيري لين ابوي الماي فير وخلاص بوصل لين فندقية. اقول لكم تحيدون ورد دوميين البيت ورد بطريقة رسمية، اي مناسبة عيد فرح يا يعني من سفر يا يعني شر يا يعني غرب من هذا الرجال ها. زي ابوك عقلك شم؟ لا لا خلنا لا لا لا, لا, لا لازم تحق النظارة لازم تحق النظارة. هذا ابو شهاب ما شاء الله عليه، عليكم السلام. خذ شرف خلي لك انا لون ابيض، ما شفت لون اسود ولا شاخذته؟ ما عليك بتوصلك ان شاء الله. الله يسلمك شكرا يا ابو شهاب، الله يحفظك حبيبي. اربيع ولدي سعيد ما شاء الله عليه، والله ساهر مع ساهر مع الليل وحداني لانه جاني ولا من اعشقه جاني، وين ابوي اللذيذ وين ابو خديجه مروح دور راكب السياره، يعل الله يسر امورك يا ابو محمد، يعلك في داعه الرحمن رحلت موفقه، الله يسر امورك ويحفظك ان شاء الله توصل بلادك بخير وسهاله. الحين الوجه الله يحفظكم، الوجه ظاهر من الفندق
بسير الله يحفظكم جدا أكسفورد ستريت و يعني الأماكن هذه وسلفريج وتمشي بتمشي ويمكن أعتقد لو الساعة 7 حين بيوحيل يسير الحديقة لكن تأخرت على الحديقة حاليا لكن إن شاء الله بتكون سيارتي جدا سلفريج وأكسفورد وخلاص الساعة 10 شيء معزومين على العشاء لا أكثر ولا أقل بس بغيت أخبركم تحركات والله مليون مرحبا مليون مرحبا بنت العم كيف حالك الله يطول عمرك وعمرك عمرك يحفظك يخليك ان شاء الله يحييك ويبديك والله مرحبا بجيراننا مرحبا بهل المملكه مرحبا بالجيران الطيبين اللي ما يم وراهم الا كل خير الله يحفظك يبارك فيك احنا اهل قبل لا نكون جيران الله لا خلانا تحياتي لك الاسره الكريمه وسلمي على بيعاتكم كلكم الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله ولي خلينا منكم ويحفظك الله يسلمك في داعة الرحمن الله يحفظكم ناس طيبين أول شيء شو اسمك؟ سلطان سلطان؟ سلطان ولا خلفان؟ سلطان ربيعك يقول لي اسمك خلفان خلفان ولا سلطان؟ سلطان وانت؟ خليفة 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 وسلطان ما شاء الله عليكم مبسوطين في لندن؟ خير عيدتوا في لندن ولا عيدتوا في البلاد انتوا؟ عيدنا في البلاد في لندن ولا في البلاد؟ في لندن الله يحفظكم انت من دبي؟ زين سلم على هالحبيبي من وين في الامارات؟ من ابو ظبي طال عمرك والله مليون مرحبا الله يسلمك وهذا الرجال فنان زرعوني دكتور عبد الكريم زرعوني مرحبا بالدكتور كيف حالك الله يسلمك طول عمرك دكتور خير ونعمه طال عمرك شو مجال انا في مجال المحاسبه والماليه والله مليون هي الله يلم حالك ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك ان شاء الله يبارك فيك الله خير سعدنا بشوفتك ونحن بعد اكثر الله يطول عمرك الله يبارك في حياتك اتمنى لك ان شاء الله اقامه سعيده هني وجائزه حلوه مبسوطين في هالبلاد هديه هالبلاد ما أكيد أكيد ما في كلام بعد الجو الحلو والناس الطيبة كلهم هذا الرجال شوف كم جالس يصور الحين خبرني أنت من هالوين من أهل السعودية الله يحفظك والله مليون مرحبا مليون مرحبا توني بعد محظوظ جيت بعد جماعة بعد من أهل السعودية الله يحييك والله مرحبا مليون مرحبا بك وسهلا الله يسلمك من وين في الرياض؟ لا من القصيم حنا القصيم ما شاء الله عليك ما شاء الله بلاد الكليجة وبلاد الهبات الريح بلاد الخير والتمور الله حياكم الله عاد فيها ان شاء الله عيوني نورونا والله يا سلام يا سلام الله يخليك معك غنى الله يبارك في حياتك مرحبا مليون الله يرحمك كيف الحال فاجأتك صح نعم فاجأتك. الله يحفظك مرحبا ابو من هالعين نعم مليون مرحبا بالعين ومن سكن نعم. فيها طول عمرك مرحبا 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 مرحب لها براعي البطيب مرحبا مليون مرحبا مرحبا بالزين مرحبا مرحبا حيا الله الله حيا الله ابو محمد يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جزاكم خير علومك والله طيب ابشرك نحن اليوم دينا شباب وانت شباب حسب اللون اي والله غلبتنا شيخه من ثمين ولا بعك الحين بناخذ عشانك باخذ علني ما ذب حزنك الله يطول عمرك شوف الحين عندهم هالشيء الجديد شوف هذا هذا قبل ما تاخذ العطر هذا مال ريحه رويال سفاير فبدال ما يسوي لك تيستر اتيها تروح دايرك ان يازلك خدت من ام ما يازلك دبرت وودرته بناخذ الانطر شهدايه بناخذه يا عليك تسلم الله يطول عمرك مرحبا براعي صور مرحبا براعي صور مرحبا مليار يا هلا بالخالدي يا هلا هلا بك وين ابوي وين تكون في صور؟ في العذية في العذية قول لي العذية بارك الله فيكم فيكم في بلاد نيت منها امين ان شاء الله يبارك فيك تسوون العين وام العين انسان انسان تحفه والله تحفه اقول غير نموني بعد ما بلغ غير غير يا اخي انت مالك شبيه يعني ما ذا بحزنك الله يحفظك اقول لك هذا منو اللي صورنا هذا الحلوه هذا حمد حيت زين يعلى Now, how could that you are let the people so when, you, when you come up, uh-huh. press experience button, uh-huh. Uh-huh. And then what it does is it makes it smell. شوف أنت ما بصاركم والله this is good things. Very nice. أي والله. How does it work the business? Oh, everything's going really well. الحمد لله. تستاهلون. مرحبا وسهلا. خلي بس تعالي معايا. تعالي. تعالي البني الفنانة ما شاء الله عليك سلام عليكم سلام عليكم أقول لك تعالي شوية أقول لك هذا منو ها عبد الله عبد الله تعرفين شو تغني له عبد الله طاح في القلة
زين وهالصغيروني مو محمد والنعم وانت شو اسمك شمسة شمسة والنعم ما شاء الله عليك يا شمسة انت منو بالله عليك عبد الله من بياط المحيربي والله مليون والنعم الله يا زين طايفتن انت متنتي منها الله يسلمك اي والله الناس كلها خير وبركه كان انتم طايفتكم بالذات ناس طيبه ويواد وهالبحر وفنانين وهالكرم الله يحفظكم ويدوم عليكم الخير وسعاده رد السلام على فريجك ورد السلام على كل ما تحب وتود الله يسلمك ويبارك في حياتك انت من هل السعوديه اي ما شاء الله عليك ان الله يحفظك وهالبنيه كلنا من السعوديه كلكم من السعوديه شو ماخذه عاده كريمات الله يحفظك من وين في السعوديه من الرياض من الرياض والله مليون والنعم عرفنا والله الله يحفظك ان شاء الله يبارك في حياتك عرب ابي كلها حد ابوي عنده تليفون واحد وانت ما شاء الله عليك تليفونين تليفونين ترى امي تتابعك على فكره هي الحين شو اسمها امك ام منو ام فهد ام فهد ابوي ترى بنيتك هذه هني موجود ابوي في سلفرج وما شاء الله عليها ولا اخذت ولا شيء ولا اشترت ولا شيء ابدا ولا يد قدام ويد ورا هاي منو ام الاسود ها لا تقولي اسمها بس شو تقرب لك اختي وهايك امي الله يحفظها وهذا الفنان اخويا الله يحفظه ما شاء الله عليه زين وانتي شو اسمك هيا هيا ما شاء الله عليك يا هيا اي صار سادس سادس ما شاء الله الله يحفظك شو بتتخصصين بعدين بتكبرين شو تفكرين دكتورة مهندسة مهندسة زين الله يسر امورك حبيبتي اليوم اقول شكلك زينك زين هنود زين ابو محمد لا تصحيح المعلومه زين. انت كنت تقصد اني انا طب وين سار انا بن زاهره بن زاهره باك ما تبتي محمد والله اليوم نحن لندن جوا مو عادي بعسب الحرورة ها؟ بعسب الحر يا أخي 26 مبواي أشوفك اليوم ها بلاني اليوم لابس اليوم خفيف إيه ورنجي أقول لك زين زين أبو محمد لا لا صبر خبرني أنت أنت فهمني الموضوع أها شو كان قصدك بكلمة ممثل هندي شو المقصد؟ الأكل شكلك وطريقة يعني هل هي نقمة ولا لا والله رحمة أنا بلاهم الهنود بنادمين فنانين بعد حدا خير عن الهنود أنا وصلتني معلومة قالوا يمكن الريال يمدحك لأن الأفلام الأولية كانت أفلام هندية لا ما بهذا القصد القصد أنك زينك وترتيبك وأخلاقك أخلاق إنسان مثقف الله يطول عمرك والهنود أكثر ناس مثقفين في الكون يعني على فكرة أكيد هي الثقافة عند الهنود ودكاترة بروفيسورية على البروفيسور عندنا دكتور مبارك شو مبارك بزاهرة ما شاء الله عليه بروفيسور بروفيسور نعم نعم نحن نبغي منك اليوم طلعنا برا لا انا برا ابوي عايزان من برا لا عتبني دبت حياتي وانا ما في على برا كملت سنين وانا ادرس محمد قال نعزمنا على البحر منو اي نعم يلا غايته شوي هات سيده من الرد ان شاء الله احنا بنعزمك وين بنعزمك احنا براس غراب زين غايته جزيرة مبارك هناك بنعزمك حتى لو من اسبوع هذا احنا هناك جو احنا بعيد مره مسير تليفوني وعندك يوم غايته دق لي مرحبا مرحبا انا استغرب من اللي يقولون والله عنبو العالم هاي كلها اللي يصيرون لندن والله يصيرون معقوله لندن ما يصيرون نايس بريدج وسيلفريدج والبيكاديلي والهايد بارك هي ترى الوادم هاي كلها لهالعالم امم لا اله الا الله هاي التي هالاماكن اللي تتردد على هالاماكن هل لهم صداقات لهم ناس يتلاقون وياها عبق كنت يا لندن بريطانيا بالذات من عشرات السنين ما يحس قيمة هاللقاء إلا الإنسان اللي في حنين إنه يشوف ربع اللي ما شافهم من سنة ومن سنتين ومن ثلاث ومن أربع ومن عشر ويكون عندهم الأساس أصدقاء من كل بلد ويتلاقى وياهم فلذلك كل العالم هالتي ويترددون على هالمناطق بالذات يجون من جميع أنحاء الدولة يجون من جميع دول مجلس التعاون من الشرق الأوسط يتلاقون في الكافيهات اللي في لندن لجل يشوفون ربعتهم اللي ما شافوهم من زمان فلندن ملتقى الكل ملتقى الناس الطيبة ملتقى الناس اللي عندهم صداقات وعندهم ربع فما حد يطالع على اللوادم اللي ما عنده ربع
ولا عنده صديق ربيع بس الليلة قدامه، هي أكيد بتبذل على حد وبتشل شرق وغرب، هذا بيكون وياك في الشوفة في الأمارة وفي الأمر. إنما تبع الناس اللي من غير تشوفهم ويشوفونك بالصفوف يفرحون لجلك أنت. الله يا علي، الله يحفظك، الله يطول بعمرك، يحفظك إن شاء الله يبارك فيه. فاللي لندن يكون عنده صداقات من الأساس وصدق ومؤسس الصداقات من عشرات السنين، فلذلك تلقاهم يتجمعون في الهايد بارك بدلالهم وفوايلهم ويتوايهن الكبار والصغار، يتجمعون بالثلاثين والأربعين حرمة. هذا مش غلط، هذا شيء وايد جميل جميل. ملتقى العوائل في بريطانيا لو مش بلد أمن وأمان وطيب ونظافة وماركات وأسواق، واللي يبي يسوي شوبينج واللي يبي علاج واللي يبي يتلاقى ويا رباعته واللي يبي يشوف ناس اللي ما شافهم من سنة ومن سنتين ومن عشر يجي لندن ويشوفهم. فلندن مثل ما قلت لكم اللي يجي لندن ما يصبر، ليش؟ لأنه من الأساس عنده صداقات من عشرات السنين، فلذلك تكون صداقات وتكون ربع وتكون كم شخصية بشخصية. أم خطبت له من بني اللي تلاقت وياهم في لندن، عشرات عشرات. وحين السويدود بارهوز، أنت بعد رد السلام عليهم كلهم إن شاء الله، سلمي عليهم. اليوم بس شنو أتصور. الله يحفظك. شي ختن شو ما ختن، شو يازلك شو ما ياز، والله هدايا صراحة. زين زين، من هالوين؟ بحرين. والله مليون والنعم، مليون والنعم. ردي الغالي السلام على صدقانكم وهاليتكم وربعكم ويرانكم وكل ما تحبون تفدون إن شاء الله. وين في البحرين؟ أنا بالمحرق. وهاي الرفاع. الله الله، ما زين إلا هالبحرين. الله يسلمك. إخفاف على الجب، طيبين وفنانين. الله يسلمك. والرمى وما حد رمى شراتهم، والرمسة وما حد رمى شراتهم، وما زيكم وما خاف لطينتكم. الله يحفظكم بدعة الرحمن. مع السلام بنات. أقول لك هذا منو؟ هذا صانب بن كردوس. والنعم 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 بن كردوس، والله مليار والنعم. أنت شفت كردوسي عادي؟ كلهم كراديس ما شاء الله، كل واحد أخير على الثاني. إيه إيه نعم نعم، كردوسي أصلي عامري رقم واحد ولايتي. أقول لك أنا تحرك، بتسافر ويا إخوانك اليوم؟ لا لا، أنا طيارتي إن شاء الله الأسبوع الجاي. ما كذب باكر ترى بيصير كذو. أول لهم شيب بعمري أبوك. ديكور ديكور ديكور. نمران نمران من البيت. والله مرحبا بنمران. يا مرحبا بنمران. يا مرحبا بنمران. مرحبا. كرم تابعك أنا. أي علت تبعك العافية. بعد عمري. تبعك العافية والخير والرزق وين ما تصير. يا بعد عمري. والله مليون مرحبا بنمران. عسى الله يطول لي عمرك. ما شاء الله. نمران ما زين إلا اسمك يا أبو. اثنين ها. نمران ما بنمر واحد. حد في طائفتكم اسمه نمران غير؟ عسى الله يطول لي عمرك. حد من يدودك اسمه نمران؟ لا. أنت بس لا نمران اثنين. ايه واحد اسمي مسمين العائلة اسمين على نمر العدوان ولا جماعهم اثنين نمران. ما شاء الله عليك حبيبي، عسى الله يطول. مرحبا مرحبا، ساعة المبارك يا ولي، يا بعد عمرك. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. How are you؟ فاين. وين بلاد؟ انديا. انديا وانت؟ سام انديا. which part in India؟ حيدرباد. حيدرباد. شو اسمك انت؟ جانسي. تعالي تبعي وين سايرة؟ تعالي. وانت شو اسمك؟ جوتي. جوتي؟ جوتي؟ قولي والله شو اسمها؟ والله جوتي؟ خرب الله تشوفها من السن؟ خلي سوي تشينج، ما في زين؟ عاشة عاشة عاشة. شو جرب شو؟ خرب الله اوكي؟ ويتش بارت ان انديا؟ هيدرباد. هيدرباد معرسة في بيبي؟ ما شاء الله. كم بيبي؟ اثنين. اثنين ولد ولا بنت؟ واحد بنتي واحد بلد. شو اساميهم؟ واحد كارونا. هي سنتوش. سنتوش. وانتي؟ انا معك على ساروس. انا ابوه. انت كبير واجد عجوز. عقب الحين بس ما تبين عرس، خلي ولي عرس خلاص. لما عرسي بالزمان لا تعرسي. وين بالله عليك؟ من دير الزور من سوريا. والله والنعم، من نعم بالديراوية. مرحبا مرحبا بدراية الدير. وين مرحبا بيك. من وين في الدير؟ من نفس الدير. شو اسمه فريج؟ منطقتي شيخ ياسين. شيخ ياسين. شيخ ايه. ياسين يا مرحبا براعه الدير. اهلين بيك. هلا. يقولون عايش دهر في دبي. ايه 27 سنه صار لي هون. 27 ولا 27؟ 27. سبعة. 27. انا جتني قبل شبعه.
شبعه منين انت ما اسمع زين صلح حداناتك صلح حداناتك اخوي صلح حداناتك بارك الله في تنزيل وين اي شو درستي هناك وين بسوريا ولا هون لا لا في دبي في دبي درست انجليزي وعربي ورياضيات وبتاع كلنا ما شاء الله عليك صليت بتاع جدول ضرب الحين بقول لك ما شاء الله عليك ما شاء الله شو اسمك استاذه اسمي رباب رباب والنعم برباب الله يسلمك سنه كم جاي الامارات رباب والله 1992 9 7 طب 7 9 92 1992 ما شاء الله ما شاء معرسه رباب تخليني لحد الان ابني طبيب لا قولي والله والله العظيم الله يطرح فيهم البركه ما شاء الله عنده ولد وبنيه وعنده ولد ممثل مسرح ما شاء الله ما شاء الله عليك الحين عايشه عندنا في الامارات لوين عايشه عندكم بالامارات والله مليون مرحبا مليون مرحبا بجميره في جميره مرحبا بالديراويه والله بحب الامارات اكثر من اي بلد حتى هالامارات كلهم يحبونك الامارات احبهم وبفادي وبقلبي ساكنين هذا زين سيحل ديراويه اصليه اي والله ساكنين 100% تستاهل الامارات الله يحفظك ان شاء الله بلاد المسلمين كلهم اجمعين ويحفظ هالبلد من اول هالاخره الله يحفظك عاد الحين هاي الحين لازم تغني لنا هالاغنيه يا يما نطين الدربين تنظر حبي واشوفه لابس عبا لا 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 الحين تغنينها لابس عبا شغل الدير تبرق ما بين تشوفه انا قلت لك انا من دير الزور وعندنا اغنيه شهيره يا يما اعطيني الدربيل تنظر شوقي واشوفه لابس عبا شغل الدير وتلمع ما بينك تشوفه وتلمع ما بينك تشوفه ما شاء الله عليك ما زين اللي حسك ما شاء الله ما شاء الله الله ما شاء الله عليك رحونا الامارات وانت مشهور انا لا. اعرف احمد لا لا بسم الله عليك صوتك حسك غاوي وفنان رقم واحد الله يحفظك انت من هالوين في السعوديه من اهل الدمام والله والنعم الحين شارع الحب شارع الحب ايه اسم شارع الحب ولا شارع الحب شارع الحب الحب أيوة. يعني انا صحيح مش غلطان صح. والله قال والله لا هذا الاول يبيعون فيه حب على لذلك سموه شارع الحب لا شارع الحب شارع الحب انا مستويت وربي خلقني اعرف انه يسمونه شارع الحب هي بس شارع الحب يبيعون الاول في شوارع حب زين والسترول تعرفينه السترول اللي من ارامكو اللي هم سينابون صحيح الكلام صح. بارك الله فيك تسلمي على اهل الدمام كلهم الله يسلمك بارك الله فيك وين ساكنين في الدمام في فيصلية وين؟ فيصلية في الدمام فيصلية تعرفين حد من دارين من عنت؟ ايه ما شاء الله ما شاء الله اسمك؟ نام؟ موسينا موسى؟ موسينا موسينا ما شاء الله عليك موسينا تشتغلين في وين؟ دبي دبي ما شاء الله عليك يا دبي لما الدنيا كلها ما شاء الله ما شاء الله في مرد؟ نعم ما في مرد؟ ما مرد فيه في مرد؟ يا حظك وايدات ما محصلات مرد؟ كم بيبي عندك؟ ثلاثة لا كم سنة حين هني عند مدام؟ تن تن قولي لي يلا thank you كم عطت معاش معاش كم سلري خبري ما بقول حق حد ما بجاسمت كم سلري ما بتخبرين قرب الله تتمتمت